اليوم ما تتفل غاتشال غاتشال هي نار الطلبة أرقوية غاتشعل وخات عيام أصطفل غاتشعل غاتشعل هي نار الطلبة أرقوية غاتشعل وخات عيام أصطفل غاتشعل غاتشعل هي نار الطلبة أرقوية غاتشعل وخات عيام أصطفل غاتشعل غاتشعل وهي نار الطلبة أرقوية غاتشعل حشينا وحتشينا وسمسمي اللي ما بغينا وسمسمي اللي ما بغينا وسمسمي اللي ما بغينا وسمسمي اللي ما بغينا يا أخي طلبة الطب والصيدلة بمراكش في تظاهرة ثانية من نوعها في هذا الأسبوع اللي سمته اللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة أسبوع الغضب، واللي كانوا فيه المجموعة من المسيرات المحلية والوقفات المحلية والجهوية بجميع المدن بالمغرب، واللي سنختتمه بوقفة وطنية بالرباط العاصمة يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو. خصنا نعرفوا بلي طلبة الطب والصيدلة بالمغرب ما بداش النضال ديالهم مؤخرا، النضال ديالنا بدا سنتين حين تم انزال القرار العمودي لتقليص عدد السنوات من 6 إلى 7 سنوات. خصنا نعرفوا بلي ملف المطالب ديال طلبة الطب والصيدلة يتكون مطالب بيداغوجية محضة ومشروعة كنلخصوها في 4 ديال الخطوط الحمراء اللي هي رفض تقليص السنوات من 7 إلى 6 سنوات، رفع الزيادة في عدد الوافدين بدون يعني إحداث لي كونديسيون نيسيسير باش نرفعوا في عدد الوافدين، لي زانديمنيتي تعويض عن المهام اللي تقدر الى يومنا هذا ب 21 درهم في اليوم، ولو ثروزيام سيكل اللي هو مطلب كنتسناوه من 2015. اضافه الى ذلك انتقلنا من يعني النضال من اجل المطالب النضال من اجل المكتسبات، المكتسبات اللي ركموها الاجيال السابقه في النضال اللي منها مكاتب ومجالس الطلبه اللي هو الممثل الشرعي والوحيد للطلبه اللي تم الحل ديالها في هذا البويكوت، ونطالب بعوده المطرودين والموقوفين اللي في مجالس التدريبية اللي دازت فيها أكثر من 66 طالب بالمغرب، وتراوحت العقوبات ديالها من إنذار بسيط إلى الطرد النهائي من الجامعة بالنسبة لطالب في السنة الأولى طالب في السنة الأولى بكلية الطب والصيدلة بنملان. والرسالة ديالنا هي أن المكان ديالنا ماشي في الشوارع كنديروا وقفات ومسيرات، المكان ديالنا في المدرجات ديالنا والمكان ديالنا في لي زوبيتون أون تران دو سو فورمي باش نكونوا صيدلي وطبيب الغد، وصيدلي وطبيب قادر أنه يعطي الرعاية الصحية اللي كتستاهلها المواطن المغربي. وشكرا.